يعني ده جزء بقى الحزين او ده الخبر الحزين. طبعا اكيد كلنا بنتقدم بخالص التعازي للكابتن الكبير هاني رمزي نجم النادي الاهلي السابق في وفاه والدته. بطبيعه الحال نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكل الساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه المختلفه ببالغ الحزن والاسى والده الكابتن هاني رمزي، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. طبعا خالص تعزينا للكابتن هاني رمزي نجمنا الكبير. الله يرحمها يا رب. وكابتن هاني من الشخصيات بجد المحبوبه جدا. انا ما كنتش عارفه على فكره على ميعاد العزاء للاسف، انا دلوقتي اكتشفت ان كان في عزاء بالفعل. يعني انا بعتذر اكيد، وانا ما اعرفش كان المفروض ان احنا نروح، انا فعلا ما اعرفش كان ميعاد العزاء. يعني تعازينا لحضرتك كابتن هاني رمزي، ربنا يا رب يرحمها ويصبركم اكيد.